يلا انتي روحي. شوفي عم نتعشى، عمو سليمان عم ينادي لك. ماني جوعانة. اللي عم تعمليه عيب، ما بيصير تضلي بلا اكل. مو جاي على بالي. مثل ما بدك. اعطيني خبز. يسلموا. مو جاية. مثل ما بدها. قال ما بدها اصلا. دخلك وبلا ما نشوف هالوش الناشف عند هالمسوية. هلا ما في حدا بالبيت مو هيك؟ ما في. لا تعلق حتى نتعشى فوق كمان. لا يا روحي، بس ماني متعود يكون البيت فاضي، مشان هيك استغربت. مو حلو البيت بلا هون. يسلموا ايديكي، يلا كل اكلك. يا ريت نقدر نراضي عدنان بيك مع مدامته. برافو سهيلة، كل شي عم يصير بالبيت صار على كل لسان. مش انا غريب؟ زعلت منك. انا بعتبر حالي صهر العيلة كمان. مي ولا كولا؟ لا بشرب مي. عم بتذكر اول يوم شفت فيها الخانوم، كانت جاي هي والافندي تبعنا لعنا على المينا مع مهند بيك. كيف شفتهم؟ بتتذكروا الليلة اللي سكر فيها مهند بيك عنا؟ كان شربان كتير ومطفي، واجا عدنان بيك مع بشير واخده. ايه ها، كان اليوم الثاني ولا بعده ما بعرف، كان جاي مشان يتشكرنا، وكانت الخانم معه وقتها، وأنا طبعاً ما كنت بعرفها. حتى سألته إذا كانت حبيبته ولا لا. طيب هو ما قالك إنه ما أنا هي؟ أكيد قايلي بس ما عم بتذكر. يا لطيف قديش هو غريب، إجا وشرب وسكر وصار يهلوس، صار يقول أنا بحبها والله، بحبها أنا بحبها. نحن فكرنا بيحب وحدة ما بتحبه. بعدين وقت اللي أخذنا لكم السمك شفنا البنت عنكم، طالما هي عنكم ليش حتى يشرب ويسكر ويفضحها؟ لسه شو بده؟ بشرة خانم ما كانت بالبيت. البنت اللي شفتها أنت بالبيت بنت عمه لمهند. هيدي شعرها سابل ولون عيونها فاتح. لا مو هي، هديك شعرها مجعد وطويلة، شايفة حالة كتير، أنا بعرفها. لا تكون بتقصد سمر خانم. اسمها سمر؟ مرت عمه لمهند، مرت عمه. هي مرت عدنان بيك. لا اخص، والله فكرت خطيبته لهالزلمة. عن جد عيب علي. ما بعرف، هو مركبها بسيارته وجايبها. أنا فكرت حبيبته. طقيت له برغي هلا ما؟ لك أخ من هالراس هاد. شايرة خانم، وين رحتي؟ خليكي معنا هون، شبنا. شردت شوي. يلا ان شاء الله سمر خانم ترجع لهون ان شاء الله. Thank you.